يمكن أني أموت. يما عسى عمرك طويل إن شاء الله، أنا رايح إلى الموت إلى كربلاء. قالت يما أنزل عندي وصية. نزل أبو فاضل، قالت ولدي لا يكون تشرب الماء والحسين عطشان، لا يكون ترتوي وأخوك عطشان. الله الله في الحسين، ترى حليب اللي سقيتك منه حرام عليك يا أبو فاضل، الله يعني تتبرى منه إذا شرب الماء. أبو فاضل سامحني على هالطلب، مش عندك يما؟ قالت لي يكون أحد يستر زينب، ترى أمها فاطمة مرموها على عيونها، ليكون أحد يأخذ الصوت والرمة تنهى مثل ما تورمة فاطمة. الله يا أم البنين، إيش عندك من أبيات بلسان الحال؟ قال أم البنين تصيح يا عباس يا حشاء يا قمر غاشم تستمع مني وصايا، يا ابني بترماتك سهرت الليل وياك كل علشان حسين هالتعب على رماك، اقسم عليك بدر لبن صدري غذاك لما وصلت المشرعة لا تشرب الماء، لا تشرب قبل الأخو يا ابن الأماجي، وخلك درع الحسين يا درع الصناديد، والعلم شيل بإيد يا ابن وجودك بإيد، هذه عشيرة والعشيرة تريد سقى بعد يمه. وعينك على سيد ترى بنت البتولة معصومة الصغرى، فخركم غلعقيلة ليكون يا ابن الضيل. يا حسين وانصابك بجل العين سجارة.